هل المثقف هو صاحب الوعي الاجتماعي بالفعل ففي ظل واي صوره يسوق هذا المثقف لنفسه بالاصطفاف خلف طوابير نعم الموضوع هو الفيد وما وقامت الدنيا ولم تقعد ابدا ولن تقعد لكون هناك صراع وصراع خفي بين جهات معينة التي تريد إطارة البلبلة في هذا الوقت بالذات للمتقف الدور ديالو هو التوعية قبل كل شيء فقبل كل قبل أن أبدي بدلوي في الموضوع بحثت في عدة فيديوهات عن المسمى أو الدكتور نعم الدكتور العالم في علم الأغذية الأستاذ بطبيعة الحال لكي لا نقلل من شأنه الفايد فتحية الفيد وكل العلماء وكل من يحمل ذرة علم ولكن من باب الوعي الاجتماعي فمن يسوق للفايد وما خلف الخطاب ديال الفايد ونحن نبحث عن فيديوهاته اتضح انه ذو مذهبية ظلامية فمن مجرد أن تعارضه فأنت ملحد أنت كافر إذن فهذه هي الظلامية أعتذر فهل الصوت يسمع إنه يسمع فالمرجو الإنصات أو الالتحاق بأين يسمع الصوت فهل يسمع الصوت الصوت يا اذا إذن فمن الوعي الاجتماعي وحنا كنقلبوا وكنبحثوا في جميع الفيديوهات ديال الدكتور اتضح ان حتى الخطاب الديني ديالو فهناك تضليل لا يرتكز على مقومات بالفعل وبالفعل فكل خطاب هناك تغليف فما الغاية من هذا الخطاب وما الغاية من تضخيم هذه الشخصية وبالفعل فانه في كل مرة ياتي بحجج وبالفعل فان في تغليط للرأي العام اولا فهو تسويق لشخصية معينة من اجل تمرير خطاب من تحت لان ديما الحلوه ولا اي حاجه كتجينا بواحد الغلاف فلن نقبل ابدا ان تمر اشياء تحت الغلاف العلمي نعم نقدر رجل ونقدر علمه في علم الأغذية وحتى كانت عالمه في الأغذية وعالمه في ما يدور وحتى انا درت واحد يعني القنفال والحامض وحتى البصله بما تتكون البصله من من عندها ماده يعني اه تحارب البكتيريا وحتى مع البحر اليود فهي معلومات اه يكفي الإنسان ان يبحث عنها في التغذيه وبالطبع فانا مع التغذيه الايكولوجيه مع الايكولوجيا ككل وضد المعلبات فانا لا استهلك اقلل من المعلبات اولا وثانيا احاول التقليل حتى من الغذاء وجبه في اليوم تكفيني والحمد لله والمقربون يعلمون هذا اذا فنحن لا نهاجم الفيد كرجل كعالم في علم التغذيه ولكن الطريقه التسويقيه له والقلق التي اثارها في المجتمع حتى صار المثقف لزاما عليه ان يصطف خلف القطيع نعم ونعلم ان ذاك القطيع فله وسائله في اشعاع او تسويق ايديولوجيته الظلاميه اذا اخي المثقف ما هو دورك في هذه الازمه التصفيق للعلم لكي لا يقال انك ضد العلم ام التصفيق للظلاميه عليك تحديد موقفك لان المساله هشه وكل مزايدات فهي كتضعف السلم الاجتماعي قبل كل شيء ولا جينا نتكلموا على الاعشاب فكل الاجساد كتقبل الاعشاب ام هناك سيكون ضرر ومضاعفات لبعض الاشخاص اللي كيعانيوا إذن ما موقف العلم من كل ما يروج له وما موقف المجتمع المثقف من كل هذه الثغرات بالفعل فالامن المعرفي يجب تسيجه. لا نسوق لصوره وتحتها عده عده أه ماذا نقول؟ لمين؟ نعم انها عبوات ناسفة للمجتمع لتقسيمه فايها المثقف قبل ان تنضم الى طوابع عليك ان تبحث في فيديوهات الشخص ماذا يروج؟ وهل احاديثه التي يخاطب بها الناس صحيحة؟ هناك تضليل يا اخي هناك تسويق لواحد الصوره مشهوره هذه المثقف فنحن لسنا ضد الثقافه لسنا ضد العلم ولكن ضد الجهلة الذين يتبعون جيل رب النفخ كما نقول في المغربيه فاتمنى ان يتسع صدر المثقفين ان, أن يتسع دماغهم فاي صوره نسوق لنا ك انا لست مثقف فليس لدي ديبلوم الحمد لله كونت نفسي بنفسي وليس ضد المثقفون فنش... لان الاساتذه الكبار كيعطيو الفكره بدون ايديولوجيه من التحت اذا هذا الشخص بغض النظر على ان عنده جوج دكتورات سته سبعه ثمانيه ناقشوا بعدا يعني المنافع وي عنده منافع نعم ولكن الاضرار نأخذها كعقل على قدو يعني واحد الثقافه شعبيه اللي لا نقول المثقف ولكن نقول القوى الشعبيه للأغلبية الاغلبيه ديالها ما عندهاش دبلومات كبار اللي كتهضم كل ما كيجي لها وبالطبع هناك تسويق لواحد الصوره هناك ظلاميه في الاحاديث ديالو حقا نسوق للظلاميه تحت يافطه الثقافه نعم ما يدور النفس فانا لست ضد او معه آه انا احاول اثاره الموضوع من ناحيه اخرى واترككم مع هذا الفاصل ارى تفاعلات وهل هناك اسئله واعود عودة أخرى فهو ليس تسجيل شكرا لكل من يؤازر القناة شكرا لمن يتبع القناة سواء على صفحتي في الفيسبوك أي يعني البروفايل أو في المجموعات ف دائما الموضوع هو الفايد والقلق التي اثارها وقسم كان هناك مشكل في الارسال لا اعلم لما فبالطبع القناة تتعرض لمناوشات ولا اعلم لماذا فالموضوع دائما هو القرق الاجتماعية في ظل الوضعية الهشة التي يعيشها المجتمع لا اعلم هل بالفعل يعني الارسال متواصل فلا يمكنني قطع الارسال فدائما نطرح الاسئله هل المثقف هو المساهم الفعلي في النهضه التنويريه للمجتمع ما مفهوم المثقف اذا لم يكن هو العقل الراجح للمجتمع ما دوره التسويق للمتاهات التي يتخبط فيها بعض الناس وتضخيمها فهل الفيد أكثر أهمية من تلاميذ لم يستطيعوا الدراسة لحد الآن وهناك مواضيع شائكة أكثر من الفيد أو الاصطفاف خلفه فليس المسألة أه فليس المسألة مسألة ضد أو مع ولكن فلنناقشها من الوعي الاجتماعي فالوضعية الهشة أه أعتذر لأجيب أحد الأصدقاء يتساءل أين أه أعتذر لي يتبع فأي بالفعل أي صورة نسوق لنا أو أنا لست مثقف أعتذر وأقر أمام الجميع أن شهادتي الأعلى هي الابتدائية فأنا عصام التكوين قبل كل شيء في كل المجالات إذا قد لا أكون أهلا بإثارة هذا الموضوع ولكن كوعي كو اجتماعي هل نحن بحاجه لاثاره هذه القلاقل؟ هل نحن واعون بخطوره الخطاب الذي تحت الفيديوهات؟ كل فيديوهاته لابد في اي فيديو ان يشير الى معارضه بالملاحدة، بالكفار. فهو اولا اسلوب تكفيري فلمن نسوق نعم انها التفاهه بعينها انه التحايل على الذكاء المغربي قبل كل شيء او على الذكاء المثقف فليس الثقافة هي التحصيل العلمي الثقافة بشموليتها هي الوعي الاجتماعي هي الإشارة لكل المخاطر التي, التي تحدق بالمجتمع فأي صورة نسوق ومن أجل ماذا؟ من أجل أن لا يقال أننا ضد العلم، فإذا كان العلم يأتي بالخراب فلا مرحب به. فمسألة الفيد أتيت لها ضجة وضجة، ومن المستفيد؟ الفيد من طبيعة الحال لأنه ذكي او الناس الذي الذين يحيطون به اذكياء لتسويق الصوره بطريقه انتخابيه نعم فان حمله انتخابيه قبل الوقت ذات اهداف سياسيه محضه وليست علميه فأيها ايها المثقف ابحث في تاريخ الاغذيه لتثقف نفسك نعم ابحث ان كنت مثقف أما أن يأتيك العلم على طبق مغشوش فأظن أنه ليس لك ذكاء اجتماعي وحينما أقول الذكاء الاجتماعي يعني سوسيتي المجتمع ما يحدق به من أخطار ومن أي جهة تأتي الأخطار نعم من يمول هذه الأخطار ولأي هدف بالضبط في هذه اللحظه واللحظه لحظه التضامن فاي المثقف قبل ما تفكر في الفيديو وتمشي دير جيم فكر في التلاميذ اللي ما كيقراوش في اعالي الجبال فكر في طريقه باش تعطي للوطن يطلع ويتنور ماشي باش يتظلم نعم التسويق للفايد ما هو الا ظلام يا مقنعق فكن ذكي ايها المثقف اذا كن اذا كانت فعلا لك رجاحة فيك إذا كان لك موروت وطني فاللحظة ليست لحظة النزاعات ليست لحظة تسويق انتخابي انتخاباوية فاللحظة لحظة التضامن نعم لحظة التضامن العلم محترم العلماء محترمون أما العلماء الذين يسوقون للصورة الظلامية فلا أهل بهم فعلمهم في الحضيض مهما قالوا من منافع هناك كتب يبحث المثقف عن ما يفيد في علم التغذية وجداتنا كانوا متقفين في هذا الموضوع قبل ما يجي الفايد ويقول لنا القرنفال والحامض والاخر فجداتنا كانوا كيداويونا بالشيح والريح كما كنقولوا اذا ايها المثقف ليكن عقلك واسع ولصديق ف مناهضة هذه ليس هو ضد العلم او ضد المثقفين او ضد الدبلومات لا فالفيد هو خطا خطا قبل ما يعطينا معرفة يدوزنا من تحت بزاف المسائل اللي كتزيد المجتمع يعني كيزيد يتفرق فاينك ايها المثقف من التضامن من الوحدة من اجل العلم ليس من اجل الايديولوجيه اين بمجرد ان نقول شيء الاسلام <applause> لكي لا يقول عنك كافر لا يا اخي الله هو الذي يحدد هل انت كافر ام مسلم والظلامية يجب ان نقضي عليها لا مكان للدراميه عند المثقف فاذا كان المثقف يصطف خلف الضراميين فماذا يقول ذوي العقول البسيطه ذوي الثقافه المحدوده انه خطر يداهم الجسد المغربي قبل كل شيء لانه يفرق لغايه معينه وبالطبع هناك فيديوهات اخرى نسيناها أصبحت في النات وهناك في أعلى من أي شخص والتماسك الاجتماعي أعلى من الفايد ولا من ذاك العلم ديالو إذا كان الفايد غادي يجي باش يدير الزعزعة ديال الوطن وديال المثقفين في الفايد أنا بعدا لا أعترف به كنعترف بالعلم ولكن الفايد كشخص دو متناقضات حتى في الخطاب الديني ديالو هناك عدة تراهات قلبوا قلبوا باش انت من الفوق فانت لست ذكي اجتماعيا ولكن غبي تتبع القافلة تتبع القاطع ونحن ضد من يتبع القاطع لان القاطع فيه وفيه هناك المستفيد من كل هذا بالطبع هناك تسويق لصورة بعض الناس سياسيا وإيديولوجيا فعل المجتمع اذا بالفعل انه توظيف و وبلا ما نقولوا على اضرار تناول الاعشاب بجهاله لان ذاك الخطاب فهو يحث ناس على استعمال بعض الاعشاب اللي قد تضرهم وتكون المضاعفات اكثر من الخوف من كورونا فكورونا الكل يعاني منها والفايد ما هو غير نفخه نفخوه مزيان باش يغطى الاتجاهات يدمس الاوراق يدمص والعلم في الكتب وليس من يحاضر في الجوامع او من يسوق صوره دراميه للمثقف فهل نندب من الفوق ولا من التحت من كنشوفوا مثقفين كيمشيو في الظلاميه هذا هو الخوف الا يقال عنك مثقف ام الا يقال عنك مسلم فتحيه للنجباء تحيه للعلماء تحيه لمن يقدسون علمهم وثقافتهم وليس الذين ينساقون كالقطيع واكتفي بهذا القدر فقد اطلت وشكرا لكل من سيتفهم الخطاب فنحن لسنا ضد العلم لسنا ضد المثقفين بل ضد الدراميه والتي تسوق تحت يافطه العلم نعم الدراميه تسوق تحت يافطه العلم و وبعض الناس ما لقاو باش يواجهوا العجز ديالهم فاذا فلنسوق واحد واحد شرارة باش كلشي يتلهى فيها، لا هناك عجز هناك بعض الأشخاص فاشلون في مهامهم لا يجب أن ندمسو القضية ونقلبوش الشوفة الجهة أخرى، لا هناك عجز 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 فأيها المثقف عبر عن وطنيتك، أعطي لبلادك أعطي لبلادك قبل ما تصطف مع القطيع وإذا قلت القاطع فهو قاطع كل من يصطف في هذه المسألة فهو قاطع عليه أن يبحث في كل الفيديوهات أن يبحث في كل الأحاديث المرواة حسب الفايد الذي اتضح أنه لا يفقه حتى في الدين الإسلامي فهو يسوقه بصورة ظلامية فهل العلم ظلام أم نور لنتركك أيها المثقف هنا ختم دماغك أخويا حنا انا كشخص وكقناه نحن عصاميون لسنا ضد الثقافه لسنا ضد العلم فلننور المجتمع ايها المثقف وهو كتضامن كتضامن لسلامه العقول الامن المعرفي فما يروج له وبه حسب الفيد فهو تضليل فهو ظلاميه مقنعه فهو خونج للمجتمع بواحد الطريقه اخرى لان الناس اللي باغيين يملكوك الناس فلهم ايديولوجيات عده عندهم طرق كثيره وليدي ايها المثقف البسيط لان إذا كنت كتامن بهذ الخزعبيلات وبهاد التكتلات فانت فانك بسيط في وعيك الاجتماعي و وشخصيا كنقول لك راجع نفسك سير قرا شويه وبحث، خرج من نطاق من نطاق يعني ذاك الشيء اللي قريتي قلب قلب كون راسك خرج من من الاختصاص كون مواطن سي ايجابي ماشي مثقف سلبي يتبع ولا يتبع نتمنى تكون يتبعوكم الناس وما تكونوش تابعين لبعض الجهات الظلاميه فاذا ايها المثقف حل دماغك صاحبي حل دماغك فين هي ثقافتك؟ فين هي هذه الاجتماعيه ديالك؟ فين النضال ديالك؟ ربما كانوا شي وحدي في الجامعه لا لسنا ملحدين العلمانيه ليست الحاد نحن مسلمين ولكن ننادي بالعلمانية لأن هناك الذئاب 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 تنهشنا عن طريق الدين فمتى تستيقظ أيها المثقف؟ فالفيد وما أصحابه ما هما سوى علكة نمضغها ولكن ماذا؟ شنو كنسرطو العلقم تحت ها السم مغطي ها لا يا أخي العلم العلم هو نور اذا كنا كنامنوا به ماشي هو ظلاميه مخبعه بالعلم اذا فما الفايد الا وصحابه الا ومفزعات الامن المعرفة قبل كل شيء وما هما الا كابوس كيهدد التنوير فكن بالفعل مثقف عندك واحد راجعة على العقل عندك واحد التمييز نعم ماشي الموجه اللي جات تركب عليها باش تبان انك مثقف لا ليس هذا هو المثقف المثقف هو اللي تكون عنده شخصيته هو. هو اللي تكون عنده النيت مبدا ديالو كيبقى فيه ما كيتبدلش كما نرى بعض الموظفين فين ما طلع شي وزير مشي لعبه كيرجع حتى هو وهناك كثير اللي دارو اللحي باش يتنوطاو مزيان لا يا اخي هذاك ادلال بعد الوظيفه ديالك الا كنت استاذ ولا كنت موظف قبل كل شيء وشخصيتك فين يا الشخصيه القويه اللي خص يكون عليها بنادم ايها المثقف كنشوف ان في هذه المساله الفايد مشيتي زعلق اخويا نعم احنا ماشي ضد العلم احنا مع العلم ومع التنوير في ان واحد فلا لا مكان الايديولوجيه الدامه اللي خص كتهدم المجتمع كتفرخ كتشتتو وحنا الان الان في مسيس الحاجه للتضامن من هاد لو التومه ها لو هذا هو يعني تمشي عند ناس عاديين تلقى عندهم هذا هاد الخطاب فأين دورك أيها المثقف للتنوير نعم والمساهمة الفعلية في النهضة ديال المجتمع شنو عطيتي للمجتمع شنو عطيتي للمغرب كدوله او الوطن انا اتحدث عن العموم اذا كنت تصفق الفائد وهو يمرر بعض الخطابات من التحت فاين الذكاء اين الوعي الاجتماعي اين رجاحه العقل والتمييز سواء لانه دكتور بدكتوراته نعم واعتذر من كل المثقفين ومن كل الذين احترموا ف بالفعل هو تقليل من الشخصيه بنادم قبل كل شيء لكي يصفق لواحد لا اعلم بالون تنفخ هو المستفيد والناس اللي معاه يعني الحمله الانتخابويه قبل الوقت من المستفيد ومن المروج له وجله. سوى بعض الفئه المستفيده الان من الاوضاع والذي تريد المغرب ان يعود الى الظلاميه فكن شمعه تونية وليس مزمارا يصفق لمن هب ودب بالفعل الخوض في هذا الموضوع فهو خطا على القناة ديالي ولكن انا لا اطمح أه للمادة او لللايكات ولا ارغب ان يكون عندي قوة في, في اليوتيوب او لا لمن يريد ان يكون ابوني اهلا به لمن لا يريد فانا لا من طبيعتي هكذا لا احبب من كان الى شخصي ولا اتزلف فانا لست من الاشخاص المنبطحين نعم الذين الغامب كوم دي ريبتيل نعم فانا لست منبطحا وليس لي شيء لاخاف لا وظيفه ولا اي شيء فمن سيعطيني شيئا فليتوقع عنده آه ما كنقبض حتى اعانه من حتى شي واحد وما عمرني قبضت شي اعانه لا في اطار جمعاوي ولا حتى الان في فرنسا اللي كيشدوا اللي كيشدو الشوماج انا ما كنش ريال حتى ريال واللي كيعطيني كي شي حاجه يفضحني الان على المباشر والله حتى ندوزو اللي عطاني شي حاجه لا من مؤسسات لا من جوج جمعيات ما خديت حتى إذا ليس الهدف ديالي مادي دي. في المادة من زمان الناس اللي كيعرفوني زايد ناقص إذا الوعي خص يكون عندنا هنا إذا كنت أنت مثقف فبرهن على ثقافتك بحث بحث قلب وجينا أنت بشي حاجة الناس بشي أبحاث بشي آه بكل حاجة اللي غتفيد المجتمع ما باش تدخل صراعات اللي صراعات غوغائية من اجل تسويق صوره معينه من اجل تعميم الظلاميه لان الفيديوهات الفايد ما كتخلوش من الظلاميه ما كتخلوش من التكفير نعم ما يقزز النفس فلهذا هو العلم ولهذا هو المثقف لا 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 يا اخي لا يا اخي فحينما يصبح المثقف من بعد الظلاميه فلا يختلف عن الزبالة حاشاكم وحاشا نق وحاشا جميع اللي كيتسنثقوا لان المثقف خصو يكون واحد الانسان قبل كل شيء عنده التزام مع شخصو يحترم راسه ويحترم ثقافته قبل ما ينضم للقطاع واذا كنت من محبي التكتل هذاك شغلك اخويا فنحن نعلنها بان الفايد لا يصلح للمجتمع فهو يسوق للضلاميه حينما يكفر الملاحده ما هذا الخطاب يا اخي؟ أه؟ ها؟ الشيوخ شيوخ يعني السلفيون وستفهمهم والفيد والفايد مازال زايد فيه لانه لقى اللايكات من عند المثقفين لقى الدعم من عند واحد طبقة النيت اللي مغشوشه فايها المثقف ما تكونش مغشوش الوطنيه الان هي التضامن فكر في الاطفال اللي ما كيقراوش، فكر في الناس اللي ما كتاكلش، فكر في راسك قبل كل شيء وشنو خصك تعطي للمجتمع في هذه اللحظة. نعم، خرج من الاختصاص ديالك ودخل للوعي الاجتماعي، خرج من التكتل، ودخل مع الناس، كن سوي، نعم، كن سوي، فنحن نهاجم الفايد لخطابه تكفيري لخطابه الظلامي، مالعلم العلم فوق راسنا اخويا، اذا كان العلم غادي يدخل لي بواحد الطريقه كضر ما تنفع فهو قنبله موقوته. نعم واترككم هنا باش ما نطولش، لان هكذا هي الحياه. ونتمنى باش الرساله تكون وصلات، فنحن لسنا ضد العلم لسنا ضد الثقافه. ولكن ضد الدرامية ضد الغباء الاجتماعي الذي يسوق له ضد التكتل من اجل غاية معينة ضد التفريقة في هذه اللحظة اللي خص يكون كل شيء متضامن نعم فلا يكفي ان تعطي اسئلة ان تعطي دروس وتقول انني اقوم بالواجب لا يا اخي فالدروس يستفاد منها يعني كل شيء كل بواحد بواحد كل شيء كيستافد من دوك الدروس اي أيوه الاستاذ اللي كتعطي ولكن هناك متضررون ما مصيرهم هذا هو السؤال وهذا فاش خصك تخدم ماشي في مناصره الفايد ولا الراقد ولا الفايق لا يا اخي فالفايد ما هو الا عبوه ناسفه هو سم مغلف بالعلم هو ظلامية مغلفة بالعلم فلا لأسلامة المجتمع نحن مسلمون لا لخونجة المجتمع بالتدقيق لا لخونجة المجتمع هذا هذه خونجة المجتمع هذا تكفيري هذا أكثر من سلفي فالسلفي يأتيك بوجهه ما هذا مموه الكاموفلاج نعم ليمرر فكون قد المسؤوليه اخي المثقف وراجع نفسك لان الفايد فعلا عنده علم في التغذيه نعترف بدكتوراته سته عنده سبعه شابو الفايد لان ولكن شابونيت لانك قدرت تشجر واحد الفئه كامله للظلاميه بواحد الاسلوب يعني هنا كتبان لك الايديولوجيا ديالك الناس اللي كيسيروا الفيد في وصلاتو وتسويق صورته بها الطريقه والجلجاله لان الفايده ماشي بوحدو معه ذباب وذباب 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 ودباب لغايه في نفس يعقوب فكن واعي اجتماعيا قبل ان تكون مثقف يتبع الصف نعم تحرى من الاخر صاحبي تحرى كون مثقف النظام الدوّي ماشي كيظلموك وكتزيد تعطي الظلام للاخرين ما هو دورك نعم ما هو دورك ايها المثقف في هذه الجائحه بالضبط اش عطيتي للمجتمع يلا سقسي راسك شنو عطيتي من غير التصفيق ومن غير بعد بعد المنشورات التي تؤيد او تطعن في الذي بالفعل لم تعطي شيئا خرج من الاختصاص ديالك بحث 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 بعد ما باش يجي واحد طالك من الفوق لا كون عندك واحد نخوا قبل كل شيء نخوا ديال المثقف وليس نخوا التابع لغرض معين والحمد لله الدين لله. العلم للعلماء والمثقفين وليس للاراجيز. نعم. اخر كلمة. العلم لله وليس الدين لله والعلم للمثقفين وليس للاراجيز. فكل عالم ارجوزة كي قبضت دعم من عدة جهات ومن دول خليجية كنعرفو دوك الناس اللي بلا ما نقولو من عند من كيشدو الدعم ومن عند من وبزاف للجمعيات الجمعيات وبزاف لا يا اخي لا للتسويق الظلامي على حساب العلم فالعلم مقدس وكل عالم يسقط للظلامية فلا يختلف عن كل من بطشوا بالانسانيه فهو سلاح ذو حدين واللي كيدبح في الفيد اكثر من اللي كيفيد فكونوا عقلاء وشكرا لمن انصت واستوعب فنحن لا نهاجم المثقفين نحن مع العلم ولكن لننظر لاضرار العلم نعم الحلوه ماشي ديما حلوه اخويا شحال من حلوه كيديروا فيها السوي آه السهله يعني داك الكينات السهله وكتاكل الحلوه وكتعبط اذا فكر ما تكونش واحد آه واحد استهلاكي آه اكثر ما تكون استنتاجي كون استهلاكي ما تكونش استهلاكي كون استنتاجي يا اخي شوف شنو كيتقدم لك وتحت اي وشنو موراه هذا هو الوعي الاجتماعي وهذه هي المواطنه، المواطنه هي تسيج المجتمع ضد دل الضلاميه تسيج المجتمع ضد الخطاب التكفيري وليس الانضمام اليه فكن مثقف بالفعل ولا تكن بحال شي بوبويا كيلعبوا بك هكا وهكا تحت يافطه العلم فالعلم بريءٌ ممن يسوق الهلاك معه وشكرا لكل ما انصت من انصت ونكتفي بهذا القدر